جمعية مواطنون ضد الغلاء أستاذ محمود. تحدث الرئيس عن البسطاء ووجه كلامه كده مباشرة ليهم وقال احنا عارفين انكم بتعانوا ومش هنسيبكم تعانوا. حضرتك كرئيس لجمعية المواطنون ضد الغلاء، هل حسيت انه وصلك هذا الكلام؟ هل حسيت انه الرئيس يعرف معاناة المواطن البسيط؟ والله خليني اقول لك بامانه شديده، افصلي ما بين موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي وما بين الحكومه. نعم. الرئيس بامانه شديده يشعر هذا الاحساس، انا اشعر تماما واصدق هذا الرجل فيما يعني ذهب اليه من احساس، هذا الاحساس اللي وصله وصل لنا كلنا. هو الراجل عنده تقارير امن قومي، واكيد يوميا بتوصله تقارير عن حاله الشارع وعن حاله الغضب اللي بدات تدخل جوه الناس او يعني تتحبس جوه انفاس البشر، لان الناس الدنيا بتولع واسعار بتغلى بدون اي مبرر في بعض الاحيان. خلينا نقول انه رساله ربما لا تستطيع الحكومه دي ان تنفذها لعده اعتبارات. يعني حضرتك شايف ان ما طلبه الرئيس من حكومته مش قد لا تستطيع الحكومه ان تنفذها، ولكن حضرتك بتجزم ان الحكومه لن تستطيع ان تنفذها. الحكومه دي لا بتنفذ التعليمات بشكل معاكس، يعني مثلا لما قال قبل كده يا جماعه خفضوا الاسعار للناس او ساعدوا على تخفيض الاسعار، نفس الكلام نفس توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي اتقالت قبل كده خدها رئيس الحكومه وراح مخفض اسعار الغاز، بس لمين؟ لمصانع الحديد والاسمنت، وراح مخفض اسعار الكهرباء 19% لمصانع الحديد والاسمنت وبعض رجال الاعمال. يعني في كثير من الاحيان بتنفذ التعليمات بشكل خاطئ، يعني مش عايز اقول لك بشكل احول، يعني كما لو انه يعني شايفين حد تاني غير كمان ان الحكومه دي بامانه انا حاسس انها حكومه منحوسه من ساعه ما جت لغايه دلوقتي. اني عماله الدولار الانهيارات العظيمه في الدولار حصلت في فتره حكومه المهندس شريف اسماعيل. انا مش بزعلان منه ولا بأعارضه، لكن مش عارف، انا حاسس انه مش مبخوت معانا. يعني ايه الاخطاء اللي انت شايف ان الحكومه دي ارتكبتها ادت لهذا الواقع اللي حضرتك بتتكلم عنه؟ هل ازمه الدولار السبب فيها الحكومه الحاليه؟ لا لا لا، اقول لك على حاجه، السياسات النقديه نفسها، عدم السيطره على سوق النقد نفس السوق، ما هو ده مشكله حكومه. لا شك ان في، ما حدش يقدر ينكر ان هناك مؤامره خارجيه جرت يعني فصولها وترتيباتها في قطر وفي أنقرة، وعارفين كل الكلام ده، لكن احنا تركنا نفسنا فريسة للمؤامرة ليه؟ ما احنا نقدر نتصرف، نقدر ناخد موقف. الشركات اللي هنا، شركات الإخوان اللي هنا اللي ما زالت بتشتغل لغاية دلوقتي، كان يجب انها توقف، وكان يجب ان يبقى في موقف يعني قوي في مواجهتها. خليني اقول لك بوضوح شديد، الرئيس السيسي يشعر بالأزمة، وهذا كلام رجل لديه تقارير ولديه معلومات مؤكده انه في حاله يعني حاله كبت عند الناس. انا بقول انه المؤسسه العسكريه ربما فقط هي التي تستطيع ان تحدث هذا التغيير. يعني لما قال هيوزع 2 مليون عبوه مجموعه سلع، تمام، انا اتصور ان ده هيتنفذ، وفعلا هيتنفذ وبدقه شديده ومهمه، أنا متأكد تماما إنها هتنتهي إلى عالم إيجابي. لكن الحكومة الحالية وبخاصة المجموعة الاقتصادية جزء كبير منها يعني بيفتقد للقدرات التي تمكنه من التعاطي مع الشارع. هذه حكومة تعيش في المكتب طول الوقت، هذه حكومة أغلقت على نفسها كل الأبواب. أنا ما بشوفش المهندس شريف إسماعيل في أي مكان، يمكن كنت بتلاحظي المهندس إبراهيم محلب طول اليوم في الشارع، بس برضو كان في وزراء طبعا موجودين في الشارع، وحتى المهندس ابراهيم محلب كان كثيرا ما ينتقد من كثيرين انه انت كرئيس وزراء يعني مطلوب منك انك تضع السياسات، مش مطلوب منك انك تكون موجود في هذه الاماكن. فيعني هو لو جه وزير عمل كده احنا بننتقده، لو الوزير اللي بعده عمل العكس بننتقده. هو المفروض ايه اللي يحصل؟ اقول لك اللي يرضي ربنا، اللي انت قلتيه ده صح، هو يضع سياسات، ولكن إذا فشل في مراقبة هذه السياسات من خلال الآليات المتاحة للإدارات اللي بتشتغل تحتيه، يجب على رئيس الوزراء أن يتحرك. طب أنا بسأل حضرتك، وزير التموين وهو المختص بالحديث الذي أو بالشأن الذي نتحدث فيه الآن،
هل انت مش شايفه انه كل يوم في الشارع؟ على مين؟ وزير التموين. لا، وزير التموين ما هو ربما الوزير الوحيد اللي في المجموعه الاقتصاديه اللي بيشتغل الحقيقه. انما الباقيين، ما هو الموضوع مش موضوع خالد حنفي بس. خالد حنفي على فكره عايز اقول لك بيعمل حاجه ظريفه جدا. خالد حنفي بيديك بالايد اليمين يجي وزير الصناعه ويجي وزير التجاره ويجي الوزراء الباقيين ويجي وزير الكهرباء وزير الاسكان ياخده بالايد الشمال. يعني الراجل يديك القرشين من هنا ولا يعني حفنة المساعدات من هنا، يجي وزير الكهرباء يروح واخدها من الناحية التانية. هو ده مش منطق. إيه؟ ثم انه انا يعني لازم يبقى عندي العدل، القليل من العدل قد يريح هذا البلد. احنا في ازمة، ويجب على رجال الاعمال اللي عمالين يحصلوا على مكاسب ويحصلوا على اعفاءات ويحصلوا على تخفيضات ويحصلوا في الوقت اللي الناس عمالة الدنيا تولى عليهم، يجب على هؤلاء الناس ان يتوقفوا عن هذا النهم وعن هذا الجشع. البلد دي بلدنا كلنا، ولو ضاعت هنضيع كلنا. البلد دي احنا ملناش غيرها، هنروح فين؟ يعني احنا هنبقى زي سوريا ولا زي ليبيا؟ ينفع ان احنا نبقى مهجرين زي الليبيين ولا زي السوريين ولا زي العالم كله اللي حوالينا اتهجر من بلاده؟ ما بقاش اللي احنا حاسين بالامان في بلدنا. تمام. بلدنا تضيع مننا. انا بشكر حضرتك. واخر كلمة اقولها لك لله بس عشان مظاهرات بكرة، قليل من العمل قبل ان نتظاهر، لابد ان نعمل قبل ان نتظاهر. نعم تمام. استاذ محمود عسقلاني رئيس جمعيه مواطنون ضد الغلاء، شكرا جزيلا، وانضم